أهدنا لكم الكلمة فيما يخص أهم ما تضمنته المداخلة ديالكم، وكذلك ما جاء في بعض المداخلات، وكذلك حول النقاش الذي ساهم فيه المهتمين وكذلك الطلبة المنتمون للمدرسة العليا للأساتذة، والتي سوف يتغير اسمها بالمناسبة. نعم لكم الكلمة. أنا الأستاذ عزيز كونشو، أنتمي إلى مسلك الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بن كناس. أحضر اليوم للمشاركة في ندوة تحت عنوان العقلانية العملية من تنظيم مختبر فريق البحث في تاريخ الأنساق النظرية. هذه الندوة امتداد لندوة كنا قد نظمناها السنة الماضية في مؤسسة آل سعود بمشاركة متدخلين ينتمون إلى حقول معرفية مختلفة يتقاطعون بالرغم من تعدد مشاربهم وتخصصاتهم، يتقاطعون في فحص وتتبع الأشكال المختلفة التي يتخذها الاستدلال العقلي في مجالات متنوعة من القانون إلى السياسة إلى الطب إلى غير ذلك. هدف هذه الندوة هذه السنة هو من جهة مد جسور التواصل والتعاون العلمي والأكاديمي بين كلية الآداب بمكناس والمدرسة العليا للأساتذة من جهة، ومن جهة أخرى تعميق البحث والنظر في مسألة العقلانية العملية. الندوة تتضمن حصتين، حصة صباحية وحصة مسائية. في المداخلات في الحصة الصباحية استمعنا إلى أربع مداخلات غطت أو تناولت قضايا مختلفة لها علاقة بقضية العقلانية العملية، وستستمع في الحصة المسائية إلى ثلاث مداخلات أخرى تصب في نفس أو تتناول قضايا أخرى وجوانب أخرى لها صلة بموضوع هذه الندوة. شخصيا تحدثت عن مسألة الكونية وتناولت فيها مفهوم العقل في تاريخ الفلسفة بين نموذجين، بين نموذج يعتقد أن بإمكانه أن يؤسس لعقلانية تتميز بيقين مطلق، وبين تصور يعتبر أن العقل عندما يشتغل في المجالات العملية فإن استدلالاته تتخذ صورة حجاجية تجعل عقلانيته تظل دائما في مستوى المعقولية، أي في ارتباط بالسياقات الاجتماعية والثقافية والفكرية إلى غير ذلك. تناولنا لهذه القضية ينبع من أو أهميته تكمن في أن له صلة بنقاشات تدور في المغرب وفي العالم العربي، خصوصا ما يتعلق بمسألة الخصوصية الكونية. نعتقد من تخصصنا كدارسين وباحثين في مجال الفلسفة أنه من اللازم أن نفهم أن الخصوصيات التي تميز المجتمعات المختلفة فضلا عن كونها أمرا واقعا مطلوب منها أن تندرج في نقاش يطمح إلى أن يرتقي بها أو يرتقي بها من مستوى الخصوصيات الضيقة إلى مستوى التواصل بين الشعوب وبين الحضارات. مطلب الكونية باعتباره انتقالا من الخصوصي إلى العالمي إلى الكوني يفرض على صاحب أي خطاب سواء كان في مجال السياسة أو القانون أو الأخلاق أو الدين أن يبحث عن حجج قادرة على أن تنال قبول وموافقة أشخاص ينتمون إلى سياقات غير السياقات التي نعيش فيها. التواصل يفرض على كل الحاملين لخصوصيات معينة أن يبذلوا جهدا ليتجاوزوا ضيق خصوصيتهم من خلال التفكير ومحاولة بناء خطابات تتضمن حجج لا تنال قبول من ينتمون إلى نفس خصوصيتهم، بل أيضا تنال قبول أشخاص ينتمون إلى سياقات أخرى. إذن نتمنى أن نكون بينكم في الفترة المسائية للمزيد من التعميق وكذلك
التواصل. أشكرك على هذه المداخلة، أعتبرها مداخلة لأنها أحاطت بما مجريات الفترة الصباحية. شكرا لك. كان معنا مرة أخرى السيد عزيز قميشو، مسلك الفلسفة بالكلاس. We'll be right back.